بالنسبه للدور ديال ولايه الدار البيضاء ولا مجلس المدينه، اللي خصنا نعرفه هو ان سمارت سيتي، يعني النموذج ديال سمارت سيتي، فهو نموذج ما يمكن له يكون الا يعني مهزو يعني بورتي بار لي زوتوريتي، يعني بار السلطات العموميه والسلطات المحليه. والحمد لله فمن 2015 وهذا المشروع يعني ساير في مفعول، ف الى اليوم وصل لهذا المستوى ديالو، فهو وصل بفضل داك التشجيعات ديال ولايه الدار البيضاء ومجلس مدينه الدار البيضاء، اللي يعني كانوا ديما من الاوائل اللي تيشجعونا وتيعطيونا يد المساعده باش جوستومون يعني نزيدو نكملوا في هذا المسار. لانه شنو خصنا نعرفوا ونلح على هذه النقطه، هو انه يعني الفكره ديال المدينه الذكيه فهي فكره ديال المدى البعيد، ماشي يعني ملي تتقرر يعني السلطات ديال واحد التراب تياخذوا ذاك القرار باش يتسجلوا في هذاك يعني المبدا ديال المدينه الذكيه، فهم تياخذوا ذاك القرار وعارفين بانه غادي يكون على المدى البعيد. اللي كاين هو ان تكون مراحل، وبالنسبه لنا بهذا التدهور فهي تتكون بحال واحد الاختبار ديال واحد المرحله ديال 12 شهر، يعني اللي مرات على الحياه ديال البيضاويين، على مرات على بعض القرارات، وتنحاولوا كل سنه باش نديروا واحد الحصيله وتنخطوا للسنه اللي من بعد، بالعلم انه كيف قلنا لا فيلوزوفي فلسفه ومبدا المدينه الذكيه فهو تيكون على المدى البعيد. ورش تحويل مدينة الدار البيضاء من مدينة يدبر شؤونها بطريقة يعني طريقة عادية إلى 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 طريقة ذكية، أعتقد مع أزمة كورونا 19 تبين بأن المغاربة قادرون على أن يجدوا حلولا لأنفسهم في وقت الأزمات. ومدينة الدار البيضاء صراحة نموذج، لأن مدينة كبيرة بهذا الحجم عانت الكثير من هذه الأزمة، الأزمة الصحية لكورونا 19، وطريقة صراحة جامعة محمد السادس وجامعة الحسن الثاني، نحن لدينا شراكة الآن مع مدينة الدار البيضاء، كيف أن ممكن أن نحول مدينة الدار البيضاء إلى ورش جديد، إلى ورش مدينة ذكية. فقط يجب أن أقول بأن ما مفهوم الذكاء هنا، لا نقول فقط الذكاء الرقمنة أو ذكاء الحاسوب أو ذكاء إلى غير ذلك، لكن الذكاء البشري الموجود أصلا، وكيف ممكن أن نجعل الإنسان هو محور للتنمية المستدامة داخل المدينة. وهذا ما ينقص الدار البيضاء صراحة، هناك بنية تحتية، هناك طرقات، هناك بنايات، هل هذه الطرقات والبنايات كافية لكي تخلق سكينة داخل المدينة؟ لا. ولهذا كيف ممكن أن نحول المدينة من مدينة بنايات وطرق إلى مدينة سكينة، إلى مدينة أيضا فيها تتاح فرص للشباب على مستوى الإبداع، إلى مدينة تعلم، إن فيل أبخونونت، كيف ممكن هذه المدينة أن تساهم في التعلم المستمر إلى غير ذلك. وأعتقد نحن نشتغل بشكل سلس مع ولاية الدار البيضاء وأيضا مجلس المدينة لكي نحول هذه المدينة إلى ورش جديد لمدينة ذكية. وهناك صراحة مجهودات كبيرة بذلت في مدينة الدار البيضاء، لكن الآن لما يلتقي الجانب الأكاديمي وجانب الجامعة، وخصوص جامعة محمد السادس متعددة التخصصات بمختلف مختبراتها في الجانب الرقمي، الجانب الاجتماعي، الجانب التكنولوجي، الجانب الصناعي، وكيف ممكن أن الباحثين أن يدخلوا في هذا التحول، تحول هذه المدينة إلى مدينة ذكية، وهو ورش يجب صراحة أن يندمج فيه الجميع، من الساكنة إلى السياسيين إلى المسؤولين إلى الفاعلين إلى غير ذلك.